انا افضل صراحه خيارات المنجر. انتم تدخلون لها متى؟ تدخلون لها اخر حاجه بعد ما انتم تكونون خلصتم كل المتجر، ضبطتم التصاميم، خلصتم كل حاجه في المتجر، بس تروحون على طول على اخر حاجه اللي هي خيارات المتجر. الإعدادات الأساسية خلصناها، وإن شاء الله أنتم كلكم تكونوا خلصتوا الإعدادات الأساسية، خيارات الشحن والتوصيل، بعدها طرق الدفع. طيب، بالنسبة للمحفظة والفواتير، المحفظة والفواتير راح يقول لكم رصيد المحفظة عندكم كم بيكون، لكم الرصيد راح تلاقونه موجود عندكم، البطائق الائتمانية إنه إحنا ممكن نضيف بطاقتنا الائتمانية بحيث لو حبينا تجديد الباقة يكون تلقائي. بس اول ما تجيني رساله انه الباقه على باقي لها انه 3 ايام او يومين وتنتهي، ممكن تطلب تجديد تلقائي وينسحب المبلغ من البطاقه ويتجدد. بعدها الفاتوره المستحقه والفواتير السابقه، ممكن نشوف الفواتير السابقه كيف اشتغلنا عليها، كم كان الطلب، كم قيمته، من متى، هذه كلها راح تكون موجوده عندكم. والاجمالي لو كان الباقه حقتك راح تنتهي، فممكن انت تعرف ايش الاجمالي الباقي لك وكم تسوي الدفع، وبعدها لو تضغط اكمال الدفع راح يطلب منك البيانات تبعك وعلى طول راح تقدر تدفع. تمام؟ بعدها عندنا، خلونا نروح على الخيارات تبع المتجر. خيارات المتجر عندنا خيارات عامة، خيارات المنتجات، وخيارات الطلبات. في البداية في الخيارات العامة عندنا أول حاجة نشر الأسئلة دون مراجعة. الحين لو كان في أسئلة بتجيني أنا على طول على المتجر، هل تبغون إنه المتجر حقي يتأكد إذا الرصيد والله انضاف أو ما انضاف، بعدها تفعيل الأسئلة في الصفحات التعريفية، تبغون الصفحات التعريفية اللي هي لما عرضتها لكم إنه بتكون أسفل صفحة المتجر هنا، فروع المتجر، السياسة الاستبدال والاسترجاع، هل تبغون العميل اللي يقدر يدخل يسأل في هذه الصفحة وأنتم تجاوبونه في نفس هذه الصفحة أيوة أو لا؟ بعدها عندكم إضافة الأسئلة في المنتجات، يعني مثلا الحين أنا عندي المنتج، مثلا ندخل على أي منتج موجود هنا، هل انا ممكن اخلي العميل يسالني في هذه المنطقه، حيجيني على طول تحت السعر الاسئله، ممكن العميل يقدر يسالني وانا اقدر اجاوب عليه في نفس المنطقه، هل تبغون هذا الشيء يكون موجود عندكم او لا؟ عندي كمان بعد شيء اسمه تفعيل منع منع الزوار من اضافه الاسئله، عرض تبويب تخفيضات، بحيث لو سويتوا تخفيضات على منتجات راح ينعرض قسم خاص هنا او تصنيف خاص جنب البشره، حيكون للتخفيضات، اول ما يضغط عليها العميل راح يلاقي كل المنتجات المخفضه داخلها. تمام؟ بعدها عندنا تفعيل كوبونات التخفيض، هل تبون كوبونات التخفيض تكون مفعله في المتجر وتمشي في المتجر ايوه او لا؟ استخدام الارقام العربيه، لو انا الحين المتجر حقي الاسعار عندي بالانجلش، لو تبغونها بالعربي فممكن انه احنا نحط استخدام الارقام العربيه، وبعدها راح نضغط على طول على حفظ وندخل المتجر حقي، وراح تلاقون الارقام موجوده باللغه العربيه. استخدام الارقام العربيه، بعدها عندنا البريد الالكتروني اختياري للعملاء، مثلا لو جاء العميل وطلب من عندي في المتجر، يعني والله جاء العميل طلب، شفتوا قبل ما يتمم عملية الطلب، خلونا بس نجرب مع بعض إتمام الطلب، عفوا المتجر مغلق، عفوا، طيب بس نفتح المتجر استقبال أوقات الطلبات. استخدام البريد الإلكتروني للعملاء، يعني مثلا لو جاء العميل يطلب من عندي وقت الطلب راح يكون فيه يا انه يكمل عملية الطلب باستخدام رقم الجوال او باستخدام الايميل. لو اختار الايميل هنا انا ممكن اتيح للعملاء اللي من برا السعودية يقدرون يطلبون مني. ليه؟ لانه دائما سلة بتقول لك اذا انت تاجر تبغى تسجل داخل سلة ضروري يكون عندك رقم جوال سعودي. ليش رقم الجوال السعودي؟ عشان انت يا تاجر وقت ما تجيك الرسائل عشان انت تكمل عملية التسجيل، تجيك الاكواد اللي فيها 4 ارقام،
وتحط وتكمل، فهذه كلها راح تجي على طول على ارقام سعوديه، لو كانت ارقام اجنبيه ما راح توصلها. فعشان كذا احنا ممكن نستخدم الارقام العربيه، او نقدر احنا عفوا نستخدم ارقام سعوديه عشان احنا نقدر نسجل فيها. بعدها عندنا عرضه صنعه باتقان على منصه سله، يعني اسفل المنصه حيجد متاجرنا عرض صنع باتقان على منصه سله. انا مقدر متى اقدر اشيل هذه العباره؟ لو كنت موجوده على باقه برو السنويه فانا ممكن اشيل هذه العباره، لو كنت موجوده على الباقه البرو الشهريه انا ما راح اقدر اشيلها. متى اقدر انا اشيل هذه العباره؟ لو كنت على باقه برو على الباقه السنويه. أعرض آراء العملاء في صفحة التصنيفات، أنا متى أقدر أخلي العملاء يعرضون أسئلتهم ويعرضون آراءهم في صفحة التصنيفات؟ لمن أنا أتيحه من الخيارات العامة. بعدين تفعيل تطبيق الكوبون في السلة، أنا أقدر أفعل الكوبون في السلة، يعني لما بيجي يشتري العميل راح يكون في نفس السلة موجود الكوبون راح يقدر يطبق عليها. تمكين التسجيل للدخول باستخدام البريد الإلكتروني، أنا ممكن أضغط تسجيل دخول، لو سويت خروج مثلاً راح أقدر أتمم عملية التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني. هنا برضو أنا ممكن، شفتوا نفس النقطة اللي شرحتها هنا فوق، إنه البريد الإلكتروني اختياري للعملاء، لو جاني عميل من برا السعودية لمن يضغط على البريد الإلكتروني هو يقدر يحط البريد الإلكتروني حقه ويجيه الكود على إيميله، وبعدها يقدر يكمل عملية الشراء. بعدين عندنا ندخل على شيء ثاني اللي هو طريقة تحديد عنوان العميل. تقدرون تحددون يا اللوكيشن، يا تقدرون تخلون العميل يحدد موقعه باستخدام اللي هو يكتب التفاصيل تبع الموقع حقه. تخصيص حالات الطلب حسب التقارير، ممكن انه احنا نحدد او نخصص حالات الطلب، مثلا انه احنا نغيرها واحنا نقدر نعدل عليها. بعدها خيارات المنتجات. خيارات المنتجات ايش بتكون المقصود فيها؟ تمام، امكانيه تكرار المنتج في السله، هل يقدر العميل يضغط يحط تم اضافه في السله، يضغط اضافه في السله مرتين، يعني يقدر كذا هو يحط واحد اثنين ثلاثة، هل تبغونه يتكرر؟ اوكي كذا متاح. عرض مرات شراء المنتج، يعني لما يضغط العميل على المنتج حيجي عند المنتج هنا انه تم شراء المنتج اكثر من 5 او 4 مرات، فهنا تبغونه ينعرض. اذا انتم تبغون هذا الشيء ينعرض لازم تفتحونه، وبعد 5 مرات من عمليات الشراء باستخدام العملاء راح يكون معروض للعملاء كم مرة اشتروا. طيب عدد المنتجات التي نفذت نهاية الصفحة، يعني المتجر آخر حاجة راح يقول لك المنتجات اللي نفذت، مو منتجات ربما تعجبك، لا منتجات التي نفذت. بعدها عرض علامة عندما يكون سعر المنتج صفر، يعني لما يكون هنا صفر هل تبغونه يعرض أو لا؟ منتجات ربما تعجبك في صفحة المنتج نفسه اللي هنا موجودة. عندنا كمان إظهار العروض الخاصة أسفل المنتج، لو كان هذا المنتج عليه عرض وراح يجي اسم العرض هنا، العرض مكتوب له زي ان اشتري قطعة من هذا المنتج راح تحصل على قطعة ثانية من المنتج الفلاني مجانا او بنص السعر، هذه كلها راح تكون موجودة. بعدها عندنا شيء اسمه خيارات الطلبات، استقبال الطلبات. انا ممكن احط وقت لاستقبال الطلبات، مثلا والله انا ابغى احط، اقول لكم يعني انا تاجر مرة كبير، لو فتحت الطلب الالكتروني تخيلوا انه بس افتح حيجيني فوق ال 200 طلب، وانا كذا صعب علي ما اقدر احدد او ما اقدر اجهز 200 طلب في يوم واحد. فانا ابغى في المتجر حركه انه اول ما يجيني 50 طلب يتوقف المتجر عن استقبال الطلبات، فانا ممكن اكتب هنا 50 طلب، وهنا اكتب رساله للعميل اللي العميل رقم 51 وهو اللي يبغى يطلب وهو رقمه 51. فهنا انا ممكن ارسل له رساله انه احنا اليوم وصلنا للحد الاعلى من الطلبات، انت تقدر تطلب بكره او بعده. تمام، بعدها عندنا الشيء الثاني اللي هو اوقات استقبال الطلبات. ابغى اخليه هو متجر الكتروني، ولكن انا ابغى اخليه في اوقات محدده في ايام محدده، يعني يوم الاحد ابغاها الطلب من الساعه 10 الصباح الى الساعه 12 الصباح الليل، فممكن انا احط هذه الحركه.
ممكن كمان أحدد أيام الأسبوع بشكل كامل كم راح يكون لها. طيب، السماح للعميل بإلغاء الطلب قبل بدء تنفيذه، يعني قبل ما أنا أخلي عميلي يلغي الطلب أنا أقدر أعطيه مدة معينة، يا أنا أخليه ساعة ساعتين ويقدر يلغي الطلب وبعدها كذا ما راح يقدر يلغيه. تعيين حالة تم التنفيذ عند الطلب، يعني أول ما يجي العميل يطلب، والله أنا ما جاني تنبيه إنه باقة انتهت، فممكن أنا في أشياء أحتاج أعيدها لما أفعل إن شاء الله الباقة بعد البريك. تعيين حالة الطلب عند الدفع الإلكتروني، تمام؟ يعني لو أول ما يجيني الطلب ويكون الطلب بأبل باي، اس سي باي، مدى، فيزا، أي طريقة دفع إلكتروني، أول ما يجيني على طول يصير جاري التنفيذ او تم التنفيذ او قيد التنفيذ، مو يجي تحت المراجعه، لا انا ابغاه على طول تم التنفيذ. تعيين حاله تم التنفيذ عند الطلب الدفع بالدفع عند الاستلام، تبغون الطلب اول ما يكون الدفع عند الاستلام حتى هو يصير نفس الحكايه، فممكن انت تحطوه. طيب، بالنسبة لي السماح بإضافة الملاحظات عند الطلب، يعني العميل وهو خلاص في آخر صفحة تبع الطلب، هل تبغون يضيف تعليقات؟ يعني مثلا يجي يقول لك أنا أبغاك، والله كيف أقول لكم، أبغاك يا تاجر تغلف لي هذا الطلب، يعني لو كنت أنت بالرياض أبغاك يا تاجر تسوي لي الطلبية بتغليف كذا كذا وتكتب لي كرت عليها، يعني ممكن العميل يكتب أي حاجة، تمام، بالكومنت. طيب، عندي السماح للعميل، لا عفوا، تعطيه مهلة الدفع الإلكتروني في التحويل البنكي، يعني لما يجي العميل يطلب مني ويكون الدفع حوالة بنكية، طيب المهلة في الحوالة البنكية حتكون 24 ساعة، لو عدت 24 ساعة والعميل ما دفع أو ما حول لي الدفع حق الحوالة حق الطلب هذا راح ينتهي، تمام؟ يعني مهلة الدفع الإلكتروني 24 ساعة. أتوقع إحنا الحين وصلنا في وقت إنه شايفين البنوك خلت التحويل الفوري على طول بين كل البنوك، من أهلي للراجحي، من راجحي لسامبا، كل الحوالات راح تتم في نفس الوقت، فأتوقع نقفلها. مؤشر الشحن، هل تبغون مؤشر الشحن يظهر إنه منتجاتكم تحتاج توصيل؟ فطبيعي أنا أبغى مؤشر الشحن يظهر، إذا كانت منتجاتي ما تحتاج توصيل فأنا راح أقفل الحوالة البنكية. عرض مؤشر الشحن، تفعيل إعادة الطلب، مثلا لو دخل العميل هو طلب في المتجر حقه، ممكن يدخل على الملف الشخصي حقه ويشوف الطلبات، ممكن يضغط على آخر طلب ويعيد عملية الطلب الأخير اللي تمت، بعدها الإقرار قبل إرسال الطلب، تمام؟ مثلا لو أنا ببيع دورات إلكترونية لعملاء، تمام، فيجيني العميل يقول لكم والله أنا الدورة هذه ما اشتغلت، تمام، فأنا إيش ممكن أنا أقول للعميل؟ راح أحط إقرار إنه والله يا عميلي إذا اشتريت من المتجر حقي وأنت بتفتح الدورة سجل فيديو، في حال إنه العميل ما سجل الفيديو هذا انا ما اقدر لا اعوض ولا ارجع لك فيديو عن الدوره هذه، كذا انا احفظ حقي كتاجر وتحفظ حقك انت كعميل، في حال ان الفيديو والله ما اشتغل انا ممكن اعوضك، ولكن اذا العميل من جد طلع ما يشتغل وزي كذا انا ممكن اعوض، اعطيه دوره جديده، اعطيها اشياء ثانيه، فلو كان من جد يشتغل كذا انا اكون كتاجر حفظت حقي وانت حفظت حقك، لا تضحك علي ولا اضحك عليك، ولا يقدر يرفع الشكوى ولا شيء، لانه والله مثلا بيجي عميل بيقول انا اشتريت من المتجر الفلاني والدوره ما تشتغل وما ادري ايه، وبيرفع شكوى ويسوي. طيب، في اقرار التاجر يقدر يسويه، يكتب الاقرار، لما تكون على الباقه المدفوعه، تمام، تقدر تحط الاقرار بحيث عميلك وهو يشتري وقبل ما يتمم عملية الشراء راح يحط موافقة على الإقرار، ووقت ما هو يفتح المنتج راح يشتغل معه، ما اشتغل أعوضك، اشتغل والله خلاص خير وبركة، لكن أنت ما دامك وقعت على إقرار وسويت موافق، لما تجي تبغى ترفع الشكوى عن الطلب هذا ما راح تقدر ترفع الشكوى لأن أنت ما لان انت وافقت على القرار، كذا انا حفظنا الحقوق كامله لاصحابها، ولا تشغلنا بالشكاوي ولا نشغل.
تمام. بعدها عندنا تخصيص صفحة اكتمال الطلب، تخصيص قائمة تجهيز الطلب، تخصيص فاتورة الطلب، طريقة خصم رسوم بليصات الشحن، ممكن تدخلون عليها تقرؤون ايش هي الأساسيات وايش هي اللي تنحد. الحد الأدنى للطلب يعني أنا في متجري أقدر أخليك أقل من 50 ريال ما تطلب، 50 ريال وفوق تقدر تطلب. اللون الافتراضي لكل منتج على حدة عند إرسال الطلب لشركة الشحن، هذه أغلى. طيب تخصيص قائمة للطلب، إظهار مدة الشحن، هل تبغون مدة الشحن تبان للعميل إنه من 3 إلى 5 أيام؟ إظهار رقم المنتج، هل تبغون في الفاتورة يبان رقم المنتج كم في المتجر؟ إظهار التصنيف، يعني لما أنا أرسل الفاتورة هل تبغون رقم التصنيف يكون موجود؟ وعليها كل الأشياء اللي بتكون موجودة، إظهار صورة المنتج، إظهار الماركة، إظهار مجموع كمية المنتجات المطلوبة، هذه كلها راح تكون موجودة. تخصيص فاتورة الطلب في المتجر الإلكتروني، إظهار عبارة مخصصة قبل اسم المتجر، مثلا تكتبون تبون المتجر الإلكتروني بعدها اسمكم، أو ممكن تقدرون تكتبون الجملة اللي أنت تبونها وتظهر في الفاتورة تبع العميل. تبغون الرقم الضريبي يطلع لو أنتم أضفتوه، تبغون صورة المنتجات تطلع في الفاتورة، وصف المنتجات، هذه كلها راح تقدرون تعرضونها في المتجر. فاتورة أو خصم البوليصات راح تقدرون تلقونه، وراح تقدرون تخصمون يا من المحفظة يا من البوليصات، وبعدها كذا راح تسوون حفظ، وكل حاجة في المتجر حطيتوها راح تقدروا تكملوا عليها. أعطينا مثال في الإقراء. حلو، بأسويها بفلوس. طيب هي أوكي بفلوس، لكن لو كانت من عندي أنا من عند سلة، أنا بأسوي هذه الدورة بفلوس، تمام؟ بأجي أقول لك قبل ما تدفع، طيب أنت وصلت عند آخر نقطة اللي كتبت بياناتك، حطيت كل شيء، بيجي عندها إقرار، تضغط على الإقرار. أول ما تضغط على الإقرار حيجيك إنه هل مثلا أجي أقول لك إنه والله بكذا أنا أوافق على سياسة البيع في هذا المتجر. وقت ما تجي تفتح الدورة راح تلاقي تسجل لي فيديو في حال اشتغلت الدورة معاك، خلاص تكمل وما أحتاج الفيديو. لو الفيديو أو الدورة ما اشتغلت أنت راح تعطيني الفيديو، وأنا كتاجر أتأكد إنه من جد والله الفيديو هذا ما اشتغل، وأنا كعميل أو كتاجر أعوضك بدورة جديدة أو أعوضك بمبلغ ثاني وأعطيك الدورة مجانية. فعلى كذا أنا حفظت حقك وأحفظ حقي، لأنه لو ما اشتغلت الدورة وما في فيديو بيجي العميل بيرفع شكوى في المنصة، بيجي يقول والله التاجر هذا ضحك علي والفيديو ما يشتغل، أو عفوا الدورة ما تشتغل وأنا أبغى تعويض، وأنا وأنا وأنا. فعشان هذه الأشياء كلها إحنا ننهيها ونقفل عليها، أنا بأجي أقول للعميل صور فيديو، صورت فيديو والله ما اشتغلت الدورة، أنا أعوضك بدورة ثانية ولا يهمك. لكن لو جاءت الدورة ولقيتها من جد والله اشتغلت وتمت، خلاص انتهينا، تمام؟ أقدر أغير كلمات المتجر، أقدر أغير كلمات في المتجر، مثلا بدل إتمام الطلب أخليها بلغة عامية أو شيء زي كذا. أي تقدر تغير كل شيء، تمام؟